الرحمن الرحيم. نشكر الإخوان، صوتك واضح. نشكر الإخوان على الاستضافة. أنا راح أحكي طبعاً، أنا بثني على ما جاء في سعادة النقيب بأهمية القطاع وتواصله مع جماعات جميع الفئات، والتأكيد أنه قطاع المقاولات من أكبر القطاعات المتضررة بهذا القانون، لأنه يشكل سلة ضريبية. نحن نتعامل مع 124 مهنة، نحن نشغل خمس الأردنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإحنا التضرر ربما سيكون أكثر ما يمكن زي ما تفضل سعادته علينا. أنا مرافعتي أو مداخلتي ستكون بشقين، شق بحكي فيه على القانون، وسأتقدم بعدها باقتراحين محددين يتعلق في نقابة المقاولين. اوكي، الان خلينا نحكي بالبنود اللي هي انت لا اذا سمحت لا خلينا لا خليني اقدم مداخلتي بطريقتي اذا سمحت. الان اولا سيدي العزيز، انا اطلب من الحكومه سحب القانون لاسباب دستوريه واجتماعيه واقتصاديه وامنيه. السبب الدستوري، القانون يا اخوان فيه شبهه دستوريه. ضريبه الدخل ليست كلفة، وهي تؤخذ على دخل تحقق وليس دخل سيتحقق، وهي ليست نسبة من أرباح، وهي نسبة من أرباح بعد تسديد الكلف، وهي عقد اجتماعي بين الحكومة وأصحاب القدرة على الدفع. المادة 111 من الدستور بتقول إنه الضريبة تجبى بحيث تراعي حاجة أو قدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة إلى المال. وأنا بنظري السببين مش موجودان. أولا، عندما تسن الحكومة الضريبة من مكلف غير قادر على الدفع في معظم الحالات عبر نظرية النسب وليس نظرية الصافي من الدخل، عندما تساوي بين أسرة فيها 8 أفراد ومرضى ومعالين وأب وأم وأقساط بنوك وأقساط سيارات وطلاب في الجامعة، وبين أسرة فيها شخصين مع طفل أو شخصين، أنت لم تحقق العدالة، وأنت أخذت من شخص غير قادر على الدفع. فالجزء الأول من المادة 111 هنا لم يطبق وخرج عن سياق الدستور، مما يستوجب ربط الدخل الخاضع للضريبة بميزانية الأسرة. والدول الراقية بتقدم أنت فواتيرك، بتقدم قروضك، بتقدم بنوكك، بتقدم أقساط مدارسك، بتقدم، ويؤخذ الضريبة على الدخل الصافي، نسبة من الدخل الصافي. وهذا ينطبق أيضا على الشركات المعنوية، الأشخاص المعنويين. المادة 111 إجت على إطلاقها على أن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة على المال. نقطة ثانية، الحكومة اللي عندها تهرب ضريبي بسبعة مليار هي ليست بحاجة إلى المال، ليست بحاجة إلى المال. عندك تهرب ضريبي 650 مليون، روح جيب التهرب الضريبي تبعك، لأنك أنت لست بحاجة إلى المال. أنا إذا بيجيني شخص بده يستدين مني وما ومداين جورج قمه أو جمال قمه، بقول له روح جيب فلوسك من جمال بعدين تعال افرض علي ضريبة. فالشرط الثاني برضو من القانون 111 أو الدستور 111 برضو لم يتحقق وفيه شبهة دستورية. هذه دولة ليست في حاجة إلى المال اللي عندها تهرب، وهي صاحبة، سيما أنها صاحبة ولاية، هي مش شركة بدها مصاري من شركة أخرى، مش أيمن الخليري بده مصاري من رفيق مراد، هي دولة قادرة أن تضع القوانين وتضبط التهرب الضريبي خلال 90 يوما. وكان الأجدر بحكومتنا عبر 100 يوم الإنجاز والجولات المحافظات أن تقوم بضبط تهرب ضريبي بقيمة 200-250 مليون قبل أن تسن القانون. ثلاثة، تجبى ضريبة الدخل لثلاثة أهداف. تجبى لتحسين قدرة الدولة على الإنفاق، إعادة التوزيع لصالح الأقل دخلا، والصرف على التنمية. والثلاثة لم تتحقق. أنت أعلنت كنائب رئيس وزراء إذا أنا لم بسن قانون الضريبة أنا في شهر 2019 رايح أدفع 300 مليون، إذا الغاية من سن قانونك هو الاستدانة، الغاية من سن القانون هو تعويض الفوائد، فأنت نفيت الكونسبت تبع ضريبة الدخل. تجبى الضريبة لثلاثة أسباب، إما تحسين قدرة على الإنفاق أو صرف على تنمية أو إعادة التوزيع ما تأخذه، وهذا بصريح اللسان، لا بل بالحكومة السابقة أعلن وزير المالية السابق قال معناش نسد رواتب. لنرفع ضريبة، يعني كان هذا أنا بنظري خطأ اقتصادي مطبق،
انه مش هذه غايه الضريبه. هلا بدك انت فلوس، روح سميها مسمى ثاني، بس لا تقول لي ضريبه الدخل، انت تعارض فلسفه ضريبه الدخل. اثنين، اللي بطلب سحب القانون من اجله اللي هي الاسباب الاجتماعيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. على المادي 111 بنرجع سعادتك اذا سمحت. خليه يسمع وزير الماليه. وزير الماليه معالي. الله يعطيهم العافيه. يا سيدي، انا يعني مداخلتي بسرعه بايجاز سريع، انا بطلب سحب، لانه الرد الان ما فيش مجال، انا بطلب سحب القانون واعادته الى الحكومه بسبب وجود شبهات دستوريه في تطبيق القانون. القانون اولا الماده 111 بايجاز سريع، تجبر ضريبه من شخص قادر على الدفع وبتروح لدوله بحاجه مال. اثنين، انا بنظري مش موجوده، لا في عندي انا مواطن قادر على الدفع، وانت اعلنت نفسك انه 66% من مواطنك قاعد مقترض من البنوك، ومعدل الفقر عندي انا بال 800 و600 معدل الرواتب. فانا في معظم الحالات عندي الشرط الاول من 111 ما تحققش، واثنين انت دوله لست بحاجه الى مال. الدوله اللي عنده تهرب ضريبي 7 مليار هي دوله ليست الى بحاجه الى مال قطعا، سيما انها ذات ولايه، هي مش ديون بين شركات وبين اشخاص، والله ماني قادر احصلها وماني قادر احصلها. عندك 7 مليار، عندك اراضي، عندك كذا، انت دوله بتملك 7 مليار تهرب ضريبي، انت لست بحاجه الى مال، انتهينا. روح لم الفلوس اللي عندك تهرب ضريبي، بعدين فكر سن ضرائب على الناس. تجبر ضريبه. السبب الثالث للرد اللي هو انتفاء الغايه. الغايه من ضريبه الدخل يكون نحكي لغه مشتركه. شو بتقصد بالرد؟ سحب مثلك. لا مجال للرد الان. خليني احكي لك الان. القانون لا مجال للرد لان القانون سحب. هذا الكلام كان توجه فيه سابقا، الان احنا امام استحقاق انه القانون موجود امام الناس. طيب يعني نفضل انه نبدا بنقاش المواد حتى يعني ندخل نجيب نتيجه. طيب الان يا سيدي العزيز، انا مصر بس اذا سمحت اني اكمل مداخلتي. السحب برضه في عندي انا سبب اجتماعي وعدم عداله، في عندي انتفاء عقد اجتماعي، في عندي غياب خدمات، وفي عندي اطاحه وليس مساس للطبقه المتوسطه او الفقيره. اولا، ان ادعاء الحكومه بان النسب الضريبيه التي يدفعها المواطن الاردني هي من اقل النسب في دول الاقليم، هاي ادعاء غير دقيق. المقارنه تكون في شقين سعادتك. اولا، معدل الدخل يكون متشابه. ثانيا، مستوى الخدمات من حيث التعليم المجاني والصحه والطرق وخدمات البنيه التحتيه. انا بدي اعطيكم بس شويه معادلات مشان تعرفوا وين التقصير في الخدمات. هل تعرف انه نسبه الطلاب الذين يرتادون مدارس خاصه في الاردن تبلغ 28%؟ ثلث الاردنيين بدرس اولاده بمدارس خاصه، لانه ما فيش مدارس حكومه كويسه. بينما تبلغ هذه النسبه في امريكا وتركيا 5%، وفي بريطانيا تبلغ 2%، وفي المانيا 0. التعليم مجاني في المانيا. هذا بدل على قله دعم الحكومه لقطاع التعليم، وللعلم هو تعليم شبه مجاني وليس مجاني. مئات الارواح حصلت على الطريق الصحراوي ولا الطرق، ما في عندنا نقل، فيش عندنا مواصلات. مستشفيات عندنا في حالة سيئة جدا، ووزعت فيديوهات أحرجت العالم كلها للمستشفيات. أعلنت آخر دراسة بالتلفزيون الألماني أن العاصمة عمان من أغلى البلاد العربية وتحل رقم 30 في المدينة العالمية. أجرتها الحكومة دراسة قالت 66% من دخل الموظف يذهب سداد قروض لقروض بنكية. فالمواطن الأردني الذي ينتمي للطبقة الوسطى يدفع ما يقارب ثلثي دخله على التعليم، كيف بالله هذا بدك تدفعه ضريبة؟ وبعدين المقولة صربها التعبير الغير دقيقة التي تطلقها الحكومة أن 90% من الشعب الأردني لن يدفع ضريبة، هذه يعني مضحكة ساذجة، لأنه متلقي الارتدادات العكسية لارتفاعات الضرائب هو المواطن. البنك بده يرفع المواطن، أنا المقاول بدي أرفع المواطن، التاجر بده يرفع المواطن، من الذي سيدفع؟ من الذي سيدفع؟ ممكن بس احنا احنا الآن جلسة نقاش يعني في الاحترام والتقدير، فبدنا ندخل في موادكم. بدي تقول لي انت الان بتتحدث انه اذا هذا القانون راح ياثر عليه على المواطن، وبالتالي انا اذا احنا الان جلسه شكليه ونتفقكم على الشرع، هذه ورقنا جايين نستمع الى الان اذا سمحت بس بدي يا رجل انا قلت 10 دقائق وبدي ادخل في مدخلين محددين.
انت بتقول انه اذا راح ترفع انت كمقاول راح ترفع على المواطن. طبعا ممكن تستلمها كيف؟ كيف انا بكره لما انا بصير عندي ضريبه اخر السنه بدي ادفع 60 70 الف مش بدي ارفع سعري على المقاول؟ مش بدي ارفع سعري على السكن على المواطن؟ كيف؟ عطاءاتك انت يعني هل تعقل انا ما هو لو تخليني تاخذ خطابي متماسك يعني انا امام شيء وراح اصل لكم كلوج مرتب وراح يعني عليك هل في وقت محدد يعني لا لا احنا من ثقافه المقاولين ايوه اذا في وقت محدد لنا لا لا بحكي على يستوعبونا الاخوان انا بدي اعطيكم وجهه نظرنا الوقت المحدد الشعب النقيب انتهت في له اشهر بدون سيارة المجتمع للشعب الاردني طيب. فإذا أنا بتمنى عليه سعادة الصدر الاستماع لسعادة الأمير النقيب إحنا أعضاء المجلس مش راح نتكلم أخي الكريم إحنا في مجلس النواب اسمعني بس فضل. إحنا في مجلس النواب بيت الشعب وإحنا وجهنا الدعوة لكم ويعني من علم أن اجتمعنا مبارك مع سعادة نقيب المقاولين ومع ذلك نظرا لخصوصية قطاع المقاولة صحيح إحنا طلبنا باجتماع خاص عدا عن الاجتماع مع أنه سعادة النقيب حضر اجتماع أمس مع مجلس النقباء لكن الخصوصية للعمل الإنشائي والمقاولات طلبنا اجتماع في الوقت سيدي لكم ونحن جايين هنا نستمع بكل صراحة وأنا بأكد باسم لساني ولسان زملائي إنه إحنا في مركب واحد نتشارك فيه الدفاع عن المواطن والوقت المتاح كافي لكم فعبروا عن رأيكم بطريقة الآن سيدي العزيز نعود إلى اسمع إذا إحنا في سبب آخر اللي هو السحب الاجتماعي بسبب عدم وانتفاء الخدمات الموجودة و الإطاحة في الطبقة المتوسطة والفقيرة. هلا نفينا سعادتك مقولة إنه 90% لن تتأثرها يعني ما تمشيش لأنه معناته ما فيش مصلحة كل هالسوالف يعني وأنا راح أصل برضو إنه كل قصتك مش 280 مليون الأخير لأنه أنت في شعب كامل سيتأثر بكل شيء سيرتفع بكل شيء سيرتفع نعم. البنوك سيدي امبارح رفعت 25.025 من امبارح استبقت الاحداث البنوك استبقت الاحداث من امبارح طيب هذه شوف شو تعود على كذا وكذا 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 يعني حتى صارت عندها حركه استباقيه الاحداث الان السبب الثالث بنظري للرد هو السبب الاقتصادي اذا حكينا على شبهه دستوريه السحب ليس صلاحية لمجلس النواب. يا اخوان نحن مؤسسة دستورية. السحب من الحكومة يا سيدي. السحب ليس صلاحية لمجلس النواب. الآن احنا نحكي السحب بشبهة دستورية 111 السبب لانتفاء العدالة وعدم تقديم الخدمات، السبب الثاني سبب اقتصادي. عدم استقرار التشريعات. لا يصح ان يتم تعديل قانون ضريبه الدخل ثلاث مرات يا اخوان خلال 9 سنوات 2009 و2014 احنا رايحين 2018 معك خبر قانونك جديد بشطب 3 بنود من قانون الاستثمار وتعارضه مع قوانين اقتصاديه اخرى عدم التعامل مع الموضوع كعبء ضريبي احنا رحنا نقينا وين بدها تستفيد الدوله كانت التصريح وكانت رساله جلاله سيدنا لما اقيلت الحكومه السابقه ان تعامل الضريبه كعبء ضريبي كامل متكامل لا ندرس جزء يهمنا ونستفيد منه ونترك الجزء اللي بضرنا احنا بنحكي على تشوه ضريبي كارثي يا اخوان ضريبه المبيعات عندك بتوصل 76% اعلى ضرائب مبيعات في العالم 16% معدل الدول من 8 الى 10% ضريبه المبيعات لماذا لما صلحت ليش ما صلحت التشوه كامل ليش رحت على التشوه اللي بدك اياه ورفعته وتركت التشوه المعيب ابو 76% وما بيشتش فيه ونزلت تنزل لي خس وذره وما اعرفش ايش. المهم اثنين تناقض مع مشاريع اعمار قادمه كنقابه مقاولين. انا الان بحكي على اعمار في المناطق المحيطه، كيف بتسن علي 10% ضريبه استثمارات خارجيه؟ وبتدخلها بازدواج ضريبي. فرض ضريبه 6% على المناطق الحره. عزوف المستثمرين نتيجة الآن فرض الضريبة 6% أبو علي على المناطق الحرة صح ولا لا؟ صحيح ما كانت الآن التجريم أوكي أنت أجلت الحبس بس لا زال عقوبة السرية المصرفية ضريبة على الإيجارات الأرباح الرأسمالية ضريبة البيع خارج السوق عزوف المستأجرين فيما يسمى ازدواجية الضريبة تحميل المفوضين في التوقيع المسؤولية ضريبة على سوق عمان المالي سوق يعيش كساد مالي ولم تسجل فيه شركة منذ 9 سنوات ما سجلت شركة بسوق عمان المالي بتروح بتحط عليه ضريبة
التكافل الاجتماعي تحت أي بند، وما هو تعارضه مع الضمان الاجتماعي، وشو وما هي الأوجه وغايات الصرف؟ وين بدك تروح فيهن الواحد في المية هذول؟ وين رايح فيهن؟ وين أعطيني أنا وين بدي أروح؟ اثنين، شو الكونفليكت مع قانون الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية؟ فرض ضرائب 8% على المناطق التنموية وأثرها السلبي. طب أنت متفق مع الناس وجايبهم، كيف تطلعهم؟ وين تروح بالعمالة؟ وين تسوي؟ السبب الرابع بنظري الموجب للسحب هو سبب أمني، وأنا ابن بلد مسخري وبحكي بكل بمنتهى الحرية، وهذه ديننا الأردن. أولاً أنا أستهجن من ضآلة الإيراد المالي المعلن عنه الذي سينتج عن تعديلات قانون ضريبة الدخل الجديد، وهو 280 مليون. أنت بتدور على 1% من الناتج المحلي، صح ولا لا؟ بواقع 140 أبو علي توسيع قواعد مكلفين، وبتقول في عندي 140 استبدال ضريبي، صح؟ إذا كان هذا الرقم صحيحاً فهو متواضع جداً ولا يستحق، أنا بنظري لا يستحق الثورة الشعبية العارمة المتوقعة والتي بدأت علاماتها المبكرة بالظهور في المحافظات. وكان بإمكان الحكومة عدم المغامرة والذهاب إلى حلول أقل خطورة ما دام الرقم بهالضآلة هذا 140. طبعا أنا تهرب ضريبي لا روح جيب، بس أنا بحكي على 140 اللي ظل من توسيع القواعد اللي هي أثارت الناس. وكان على الحكومة أن تذهب إلى حلول أقل خطورة مثل حلول خارجية، جولة ملكية، كان الملك يجيبهم. امبارح الصينيين أعطونا 31 مليون، ألمانيا أعطتنا قبل أسبوعين 151 مليون مشان عطاءات بنية تحتية. أجلهم يا رجل، اضحك على الألمان، ما أخرت، أطرحت العطاء، ما طرحتش العطاء، إلي حالة، ما لي حالة، هيني ما تقدم عروض، ما تقدمش عروض، مناقصين، عدم ملحق لمعطائك، أصرف 150 مليون لمدة سنة. الصينيين أعطونا امبارح 31. تابع لي مانحين لندن اللي أعلنت عنها في لندن. تابع لي قمة مكة، مؤتمر مكة. في جولات يا أخوان الرقم تافه، 140 مليون لا يستحق، أقسم بالله العظيم. أقول لك ارفع على قطاع الخلويات والاتصالات. تكلفة الاتصال بالخلوي والنت لا زالت احنا ارخص من الدول اللي حوالينا. بالسعودية وهو سعودية الخلوي اغلى والنت اغلى وهي سعودية. امبارح كانوا اقول لك في عندي حلول اخرى. روح على سن على العمالة المصرية الوافدة. المصري بحكم فرق العملة صار يروح 30,000 جنيه على مصر شهريا. خليه لما يحول ال 30,000 جنيه على مصر يكون عندك 10%، سميهم شو ما بدك سميهم، وبيظل يجي لانه بيظل له 27,000 جنيه بفعل فرق العمله. ثلاثه، ارفع الضريبه على المشروبات الروحيه، ارفع رسوم تنظيم الحفلات الماجنه، ارفع ترخيص النوادي الليليه، ارفع التمسوك. اقول لك ارفع المحروقات 10%، او اقول لك انا مايل وهي نقيب المقاولين حقي، اجر لي مشروع جسر، أجل لي مشروع طريق، الغي لك مستشفى بالشمال، وفكنا من ال 140 مليون اللي فرحت العالم فيها وفورت البلد وضيع البلد. أقول لك بأسوأ الاحتمالات سعادتك، مديونيتك زيدها 1%، تحمل 300 مليون، ما عندك 40 مليار. خليني زيد 300 مليون، وجنب هالبلد هالأزمة الكبيرة. 1% اللي بدك تدور عليهم، حتى لا، حتى هنا نص بالمية، لأنه أنا التهرب بقول لك جيبه، أنا اللي بقول لك تبلشش فيه الإعفاءات. وعليه فأني لست مقتنعا بالأرقام الناتجة عن إيراد التعديلات، وهي بنظري لا تستحق هذه المخاطرة لأني إلا يا أبو علي إذا كانت الأرقام 10 أضعاف ما تقول هاي الحكومة. أيوة إلا هلا أنا لو إنك بتحكي على مليارين ونص عند بمجد يا أبو عيسى، لو إنك بتحكي على مليارين ونص والله بقول لك روح، يستحق إن نعمل عملية تصحيح ونقعد ونجتمع. 140 مليون بتسوي عليهم كل هالسالفه؟ 280 لا 140 ثانية تهرب جيبه، ما عندي مشكله. هلو سيدي انت اعلنت بدك 1% 140 مليون تهرب ضريبي حديث مشان يقبل باقي الاخوان وكذا. خلص سيدي العزيز، انا ساتقدم بمقترحين محددين لنقابه المقاولين وراح اعطيك اللي بدك اياه. المقترحين المحددين كالتالي، أنا بطلب من المجلس، شوف الحديث قديش كان، أنا بطلب من المجلس النواب يوافق على القانون. اسمع، يوافق على القانون. مشان الحكومة تمشي أمورها بالاستدانة، لكن
أن يشترط أن يطبق القانون على مرحلتين. المرحلة الأولى يتم البدء فيها فورا، أنت وافق كباكج مشان تريحه، مشان يروح للداية، مشان يروح موافقتك ويروح للداية. لكن قل له موافقتي على مرحلتين. يطبق أولا، بطبق الجزء والقوانين المتعلقة بالتهرب الضريبي لمدة 3 سنوات بلم 2 مليار، بكبهم بالسوق المحلي. بعد 3 سنوات بوسع قاعدة الإعفاءات وبكون حفزت الاقتصاد. يعني أنت وافق له يا مجلس النواب مشان تريحه ويستدير وما يرجع يثير ولا يخش به القلب الشعبي مرة ثانية، بس قل له أنا بعطيك إياها على مرحلتين. جيب لي تهرب لمدة 3 سنين، يفترض تجيب لي 2 مليار، ضخن بالسوق، حفز اقتصادك، حفز النمو الاقتصادي. وللعلم خطة النمو الاقتصادي اللي زالت في الأدراج 2013-2022 أنا أعتقد إنها برضو زي القانون هذا، هي شرط للاستدانة. كانت في مرحلة معينة طلبوا شرط للاستدانة، سووا لنا خطة تحفيز مدعوم، لكن ما حدا جاي يسويها. إذا أنا بقترح تنفيذه على مرحلتين وشكرا سعد. شكرا سيدي. حدا يرغب يقول على الزملاء.